Ayo, ni nadu nulkuzi. Tu vois, aïe, nadu mlida mlida nia. Ou العنوان واضح، تعرفون ان الدولة فؤاد مشيت لي دمانت ساد، ما قلت لي الصوت ما واضح، الصوت واضح الناس بتصمت، خلي عنك تشويش. مشيت لي دمانت واكسبتيتك، يا قاعد انت هو اللي ريجكتيت دمانت ولا ما اكسبتيتها، فاهم؟ اعطيتك بعد فرصة تطلع، لكن يمكن الناس اللي تبي تشوش نعطيها فرصة تطلع، يا قاعد ما عنده شيء قايلته، اختيرهم كم تشوش. على العموم انا اللي اقدم على عجاله بعض الافكار اللي تتعلق بخلق فرص العمل، تطوير الدوله، تطوير الداخل، تطوير المدن الداخليه، تقويه المواطنين، خلق فرص عملهم، تنميه الدوله الموريتانيه وتقويتها وتعزيزها، ودعم المواطنين، دعم المدن في الداخل، ودعم المدن، مقاطعات موريتانيا بصيغه عامه، المدن والارياف. على العموم نختار هون، نقول اولا بعد ساب نبدا، راني شاك ذاك المسؤول، في مسؤول من الحكومه اتصلت بي لفتره تقريبا حوالي شهر ونص والله، وحسسته بعلن مواقع، بعض المواقع الحكوميه على الانترنت اعلنها ما هي مؤمنه، على انه زاد عندهم مواقع ويب سايتات ما هم مؤمنين، وانهم يا الله يشتغلوا ذيك الواي. والحمد لله عقبت لاحظ، لاني خشيت المواقع الحكوميه على الانترنت وشفتها مؤمنه، والحمد لله انا شاكر. المهم ما هو النقد من اجل النقد، هو المهم النقد من اجل الاصلاح وتقديم رؤيه واضحه. اذا كان الحكومه ما تراعي فيه والله واضح، ما واضح له، تعود الحجه واقفه عليها. بالنسبه لانجسو، اولا الحدث الخالق ذاك الموريتان اللي هو مهرجان المدن التراثيه، قالت الدوله، قالت الحكومه على انها رصدت 3 ملايير ملوبيه اللي هي من ملايين وشي من الدولار، انها رصدتها من اجل تطوير المدينه تعود فيها تنمية مستدامة وروايات، يعني يكان ما تعود لا مهرجان إذن مهرجان وتمشي الناس وتعود المدينة ما تستفاد ما أدري شيء. وعلى العموم ذا هو الخطوة الأولى، كان يلا تعدل الخطوة الأولى، كان يلا تعدل على يعني أي مدينة لا يعدل فيها حدث تقدم للعالم على أنها مدينة تراثية، يلا يستفاد المواطن منها، من ان المدينه قاعده تعود خارقه تعدل. لان نحن اذا عدنا نتكلم عن التراث، غير نحن في القرن الواحد والعشرين، القرن الواحد والعشرين فيه حيله يعود بها المدن، طريقه تعود الناس ساكنه بها، طريقه تعود الناس عندها بريده تشتغل فيها، طريقه عند الناس بريده تداوم فيها، بريده تقرا فيها. على العموم ذا بديهيات، وقليل الرقاش ما يعرفهم، يقين نختار نقول هون، لان شد قد تعدل 3 ملايير من المليوبيه قديمه، شد قد تعدل 8 ملايين زايد من الدولار في بليده كيف تودان سكانها مو 100 سنه ما يلحقوا 10,000، يقدروا يعودوا ما يلحقوا 5,000 ولا 6,000 حسب الاحصائيات عندنا. اخر احصائيات عندي الودان، لان الاحصائيات اللي عدلت لي 20 سنه، احصائيات سنه 2000، وذيك الساعه عدد سكانهم ما يلحق 4,000 ولا 3,000 وشوي، في اطار دي الهجره اللي الناس تمشي من المدن سبب لي ذلك. خلينا نركز شوي على الودان سبب نقص برامج اخرى. 3 ملايير من اللوبيه اللي هي حوالي 8 ملايين دولار، شنو تعدل الودان؟ لا نقول لكم تعدل الودان. اول شيء قد تعدل الودان هو انك قد تخلق فيها جامعه ودان، قد تعود عدل جامعه تكلم على جامعه فيها القرايه، فودان جامعه فودان، لا يقولوا واحدين بيجي لا تعدل جامعه فودان، لانه فكره الجامعه، تعليم العالي،
فكرة عند ياسر الناس وعند الحكومة الموريتانية فكرة خاطئة جدا. شاكي عند الجامعة يلا تطلع عود كبيرة تقرا فيها 20 ألف ولا 30 ألف، هذا ما هو ضروري، لأنه أكثر جامعات في العالم وأكبر جامعات في العالم ومن أقوى التعليم في العالم قطعا الولايات المتحدة الأمريكية، فيها أطور جامعات في العالم. برهن. أمريكا فيها شيء قالوا كوميونيتي كولج. كوميونيتي كولج هو نوع من الجامعات تعليم فيه غير حق سنتين عود رقاش باف فيدك شهادة دراسات جامعية عامة، والله عود عاد فيه 3 سنوات لأربع سنوات، سنتين لأربع سنوات. ودائما اللي قالوا كوميونيتي كولج يا عود مالي فيه نوعين من القراية، تعود جامعة مفتوحة فيها تخصصات متعددة، وتعود ذي الجامعة اللي تتخرصها كاملة أي تشبار الجامعة كاملة فيها 1000 ولا 2000 ريال يقير حسب المنطقة السكنية اللي ساكن فيها الناس، وحسب السوق في ذيك المنطقة، وحسب الاقتصاد في ذيك المنطقة، التنمية في ذيك المنطقة، ده كامل يخلص بعين الاعتبار. وهذه هي الطريقة اللي نقدر نعمم فيها النظام الجامعي والتعليم العالي والتعليم المهني اللي نعم على موريتانيا كاملة. ما يعود نقوله جامعة نواكشوط، والله جامعة العيون في جامعة يقين، هذا هو اللي الله يبدأ تخم هي أول الرواية اللي يتطور بها الشعب. فأنا نقول أعلنوا مليونين من الدولار بانين كوميونيتي كولج، بانين جامعة مصغرة. هاي الجامعة يقعد فيها تخصص مرتبط بالمنطقة اللي فيها، المنطقة اللي فيها ودان اللي هي منطقة أدرار اللي هي ولاية أدرار. فهذا لاي يخفف الضغط على جامعة نواكشوط، ويخفف الضغط على بلدان ثانية، ويعود ويحيي ذي المدينة. يقير ما هو انه تعدل فيها جامعة، لا نقول لكم يتعدل فيها جامعة فيها منطقة سكنية، لا ينقبض اولا الشيء عدل هو شكافي منطقة ودان من اجل يعود فيها حركة اقتصادية. منطقة ودان من اجل يعود فيها حركة اقتصادية ويعود فيها ثراء عند المواطنين، يعود فيها ثراء في السوق، فيها حركة وفيها قوة، فيها بناء، فيها نشاط كافيتها، يعود فيها نشاط اقتصادي قيمته مليونين دولار اللي هي تقريبا 700 زايد على 720 مليون من اللوقية القديمة اللي هي مليونين من دولار. معناه ان الدولة ذي 3 ملايير اللي هي 8 ملايين وشين دولار اللي رسمت الودان كفيلة بأننا تعدل جامعة، تقدر الجامعة تستقطب على الأقل 600 إلى 700 تلميذ يعود يقرأوا في الجامعة. زيادة على ذا ذي الجامعة اللي يعود فيها السكن الجامعي، قال جامعة ودان اللي يعود فيها سكن جامعي، السكن الجامعي اللي يعود فيه سكن للطلاب اللي هي ديك 600 700 تلقاها اللي تسكن اللي يعود عندها مساكن. المسألة الأخرى لا يعود من اللي فيها السكن للأساتذة والإداريين والناس تقرأ في الجامعة. معناه أنه واش لا يعود ودان عاد فيها جامعة وعاد فيها مساكن جامعية وفيها مطعم كبير جامعي وفيها كليتين ولا ثلاثة ولا أربعة حسب التخصصات وفيها حركة. يقال لي يلا يعدل به ذا النوع من الجامعات من أجل يخلق نشاط اقتصادي ونشاط في السوق في ودان تحت الدشرة. يلا من اللي يعود معاه منح دراسية للطلاب، الناس تشجيع الناس أنها تقرأ في الداخل. لقاش لا يقرأ في الداخل؟ ينعود سكن وزين مبنية جامعة جديدة وفيها تخصصات علمية دورها زينة وساكن تطالع معها منحة للناس كاملة تبقى تجي لك المنطقة. الهدف من منح الطلاب اللي قلنا انهم ذيك 600 ولا 700 تلميذ ولا 500 ولا 700 تلميذ اللي قلنا اللي انت متنح ذي التلاميذ لا يعود تقريبا لقلنا تقريبا علينا متنحت 500 تلميذ كلها تقريبا قلنا انه جاب 30000 اللي هي تقريبا نقول على 1,500,000 شوفوا لا يحركوا بها السوق، السوق لا يتحرك، لا تعود السوق بها حركه. معناه التلاميذ عندهم الفضاء يقيسوا الباتيك يشتروا من عندهم، يقدروا يسافروا يقيسوا اطار اللي بينهم 170 كيل يمشوا عدل الراحه، يجوا لا تعود في حركه اقتصاديه في المنطقه. لانه هو الهدف ما هو انك تجي تضخ اموال، الهدف على ذي الاموال تتولد وعلى ذي الاموال يستفاد منها المواطنين. فكانت الفكرة الأولى
لأنه على الأقل تعدل جامعة في ودان احترافا بأهمية المنطقة، وأنها منطقة من التراث، وأحياءها بتعود مليئة كثافة سكانية، لأن الكثافة السكانية فيها قليلة. المشروع الآخر اللي مهم الذي لا يقل أهمية اللي كانت يلا الدولة تعدل، هو مشروع من جزئيتين، جزئية تتعلق بالطاقة وجزئية تتعلق بذلك قالوا الزراعة والمياه. بمعنى أنه مليون دولار، يعني إحنا رانا إحنا الملايين اللي تكلمنا عنهم اللي 8 ملايين زائد من دولار، قلنا نقسم منهم إلى 4 ملايين، لو عندنا 4 ملايين في المليون الأخر كان يلا يعادل مليون لدعم المشاريع الزراعية في ذي المنطقة اللي فيها ودان، دعم المشاريع الزراعية. بحيث إلى دعم المشاريع الزراعية مسألتين، أولا قضية توفير المياه، والمسألة الثانية توفير الطاقة. الطاقة هم عندهم الطاقة الشمسية، هي هون لهم قضية الطاقة الشمسية واعتماد على الطاقة الشمسية في حفر في ذرينغا لي بومب دو اللي واخذوا الماء من الحسيان ويعمونهم على الحرايق والظفر، ويعود مالي فيه دعم للزراعة. دعم للزراعة ما هو بالمنطق التقليدي على المد عند شنو الخلل، لا هو لأن تعود فيه متابعة علمية وفهم مختبر عود المدينة ودان، مختبر زراعي للمواد الغذائية والزراعة والصناعة، ويعدل يعود فيه مولي متخصصين ساكنين في المنطقة من أجل المنطقة تعود تستفاد من التطورات اللي خلت في القرن 21. شو يعدل؟ راه ينقبض ذاك مليون من دعمه به المزارعين، مليون اللي هي حوالي 370 مليون من الوبية القديمة، لا يندعموا به المشاريع الزراعية، مشاريع الواحات، مشاريع زراعة الخضروات، مشاريع زراعة الفر، ومليون ثاني محول شو قضية المدخرات المائية وتوفير المياه وياسم الروايات عن طريق الطاقة الشمسية، ويعود عندهم اللي يمدوا مشاريع يعني. الهدف من شنو؟ الهدف أنه يخلق إنتاج زراعي. ذا إنتاج زراعي يلا تصاحبه إيجاد مصانع في منطقة، في نفس المنطقة ودان، في منطقة انا بس نتكلم غير فقط عطي الدوله، ما في تمويلات من بنك ثاني ولا من بنك خارجي ولا صندوق النقد الدولي ولا البنك العربي للتنميه ولا البنك الافريقي ولا شيء. احنا نتكلم عن فوضى موريتانيا تنضخ ساد ما طاير ظفر، ولا استفادت من الدوله ولا استفادت من المواطنين. اذا كان واحدين يقولوا استفدنا وطانا، ما هو مهم، احنا ندوروا انتاج دائم، ندوروا تنميه مستدامه. معناه شو؟ معناه انك تقبض 370 مليون اللي هي قديمه وتمول بها المزارعين وتوفر لهم الاسمده والمضخات المائيه وتعدل لهم الحسيان اللي لا يعود فيهم لي بومب دول يشتغلوا بالطاقه الكهربائيه اللي عندها علاقه بالشمس، اللي الشمس صالحه ودان. اذا كان مولي ودان عاقبه يقعد عندهم كلمات زراعه في ديارهم. الشيخ لا يتعدل فيه مصنع وطني للمنتجات الزراعيه، لا يعود يسمى، يعود مصنع مولي تابع للدوله، تقعد بالشراكه مع رجال الاعمال. والدوله تقعد لا تشارك مع رجال الاعمال، لكن قضيه سنين غالبيتها للدول الموريتانيه، غالبيه رجال اعمال من الكويت ومن دول اخرين. معناه انه يقدر يعود في مصنع للمنتجات الغذائيه في منطقه ودان، يعود المصنع بالتحديد يعتمد على الانتاج الزراعي في منطقه ودان. معناه انه التمور لا يعلب التمر، لا يعلب اللي منه، لا يغسل، تعدل عمليات اصلاح اللي ما هو صالح لوكيل البشر، يعدل منه عمليات، يعدل منه صناعه اعلاف. معناه انه هو الزراعه قاعد تسمع واحدين يقولوا منتوج خسر، هو المنتوج قد يعود خسر، يعود ما صالح للاستهلاك البشري، يقدر يعود مزارع صالح لاستهلاك الحيوانات. هذا مو اللي يختار الناس تفهمه. معناه انه يقول لك خسر منتوجنا الزراعي السنه، تمر مر والله ما اصلح، والله الخضروات ما صالح، والله ما اي مشروع زراعي دائما يعود عنده هدفين، يا اما يعود استهلاك بشري، ويا اما يعود استهلاك الحيوانات. فهم استهلاك الحيوانات والله العمليات اخرى يعدلها. معناه انه الكون في سبب نقول ذا بي، اللي شفت المبلغ اللي راصد الحكومه للودان 3 ملايير 800 مليون، قد لقاش يقول انها ما هي فضاء، يقير هذه من اجل انك تخلق منها تنميه مستدامه حقيقيه. اولا لا تخلق جامعه للتعليم، لا تبني منشات جديده من لا يبنون، لا يشاركوا فيهم المنطقه، لا يشاركوا فيهم بني، معناه انه بينك انت معاد تفوت في منشات. انت دخلت المواطن بدوره اقتصاديه، البناي لا يبني، البينتر لا يبينتر، صاحب اللي دخل كوران اللي دخل كوران، صاحب بلومبري اللي دخل بلومبري، انت خلقت نشاط اقتصادي، الناس بدات تشتغل وبدات تبني وبدات تنتج.
ثانيا جبت لهم 500 ولا 600 من المتعلمين لا يقراوا في المنطقه، معناه انهم لا يهتموا بالمنطقه. عدت منشات زراعيه وعدت مصنع للمنتجات الغذائيه الوطنيه في كل مدينه. هذا ما هي الله قاعد يعادل الودان واحد يقول يلا عادل الكلبيه، يقول ما دام ودان هي ذاك المكلم عليها مرصود هذا المبلغ يلا عادل. بقينا عاش بقاو لنا مليونين من الدولار زايدين، مليونين فاصل ثمانية، حوالي 8 من الدولار. لا يرجعوا يلا يخصص مليون من الدولار لمنطقة أهل الودان، مليون قروض ميسرة من دون فوائد للمشاريع أهل الودان، ناس ساكنة في ودان. بمعنى معناه انه يعد الصندوق يندار فيه مليون و500 الف من الدولار، هي زايده على 400 مليون ملوكيه، حوالي 500 مليون ملوكيه، حوالي نص مليار ملوكيه. ولا يعد الصندوق ان قال له الودان تفضلوا، اللي كامل عنده مشروع خاص التمويل وهاي جاي، اللي كامل يبقى يبني دار وخاص التمويل ويعود مالي الدوله تحدد معايير للبناء المدينه الجديده. معناه المدينه الجديده يلا نقولوا الدوله يلا عود عند التصور، تعيط لوزاره الاسكان والمهندسين اللي عنده المهندسين المدنيين ويعطوهم شنو هي هذه هضبه ادرا، هذه الهضبه العاليه، ذي المنطقه التراثيه، شنو هي الطريقه اللي نقدر نبنوا فيها مدينه جديده على اسس جديده وتعود المدينه ما لا تتضرر من المدينه القديمه، نعود نحافظ على المدينه القديمه وكيانها تراثها وحالتها وعمرانها، يقين نبنوا بالتوازي معها مدينه جديده صالحه للسكن تتماشى مع القرن ال21 ومع مخطط المدينه الجديده. يقين يعدل بالتعاون مع المواطنين، لا يعود الدولة عند التصور شنو هي طريقة العمران، شنو هي نوعية المنازل اللي الله بتنو، شنو هي نوعية التخطيط العمراني اللي الله يعدل الدولة شيء الله توفر، يلا توفر المياه توفر الكهرباء بأسعار تحفيزية فهم من أجل المواطنين أنهم يستفادوا، تستفاد الدولة وإذا قد يعدود قد عدوا الصوالة. الأساسي من شنو؟ لانه فعلا يعود المواطن اللي في الدشره اللي هم عدة آلاف، انا قلت لكم من مانع 10,000، انا حسب الاحصائيات اللي عندي عن 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 ودان، لا اخر احصائيات اللي يعدلون سنه 2000، احصائيات 2010 ما هم عندي، وهذا خطا مني انا يا قير، ما هم عندي بالتدقيق، قير نعرف ان المدينه وبلدات القرى المجاوره لها ما يلحق 10,000. فلا تعود بديك ديك ديك 500 مليون ملوكيه ليك زايد مليون من الدولار اللي طيت من اجل تمويل المشاريع المصغره، لا يستفاد منهم جميع سكان ودان. معناه انه اذا عاد مول البوتيك يبقى يطور بوتيكو، عنده بوتيك وعنده تجاره، لا يجي يقول ما انا عندي بوتيك كذا وكذا وكذا، قال هذا عود مخصص لاهل ودان، مخصص لاهل ودان، ما هو مثل اهل ودان الناس الساكنه فيهم. فبدي الطريقه في الدوله عقب عام عامين منين ترجع للمدينه، ده هي المدينة فيها جامعي فيها تعليم عالي، تعليم عالي لا يستوجب أن يعود فيها ثانوية على مستوى عالي، لا يعود إعدادية على مستوى عالي، مدارس على مستوى عالي، يقال لا يبنى يبدأ بناء مشروع المدينة الجديدة، ويعود المواطنين ذوكما دخلوا في شراكة تنمية مستدامة طويلة الأمد مع الدولة، وهذا هو اللي يالله يعدل جميع مدن موريتانيا. لأنه ينفع تخمم انت مدينه ساكنه فيها الناس، ذي المدينه من اجل تستغل، انا ذي الامثله شفتهم في ياسم الدول، شفتهم في ايسلندا وشفتهم في النرويج وشفتهم في الولايات المتحده الامريكيه وشفتهم في ياسم البلدان، اعلنوا هاي هي الطريقه اللي تحيي بها المدن الصغيره، المدن المصغره اللي سكانها قليلين، لانه غالبيه السكان اللي تبقى في المدينه وتقعد فيها اللي الناس القديمه الشوابين والناس اللي اختاروا يحافظوا عندهم، تلك الصغار تلك الصغار دائما يقولوا الكبار وتشوف الكبار، لماذا؟ لانه يدوروا شيء متطور ويدوروا شيء يتماشى مع القرن ال21، يدوروا فرص للعمل يدوروا تشغيل. فمين عنده جابين ذا؟ جابين ذي الراحه وذي المستوى من التعليم ومدن جديده ومشاريع تمويل مشاريع مصغره والولوج للتمويلات وفي مدنهم، ما هم حاركين عن مدنهم، ما هم حاركين عن شرعيجيه. فهذا هو اللي كنت نختار نفسر هون للدوله، نفسر الحكومه الموريتانيه، لانه يا الله يراجعوا قرارات المتعلقه بقضيه كثره ملايير، ساب ما وقسمت على واحدين وقال عنه عاون واحدين وقسموا واحدين وعاقب سنين ترجع المدينه ما طلع شيء. فهذا هو اللي يا الله يعدل حاله، يا الله الرئيس الغزواني
يا الله يعيط الناس اللي معاه اللي متوالين ذا ويخرص كان ذا مشروع واضح، لانه لقاش ما الفضه ما توخر، ما هو منين يبغى يتوخر المشروع. انا ما قطيت شيء فضه يقرر على ان توخر الفضه ما بتوخر المشاريع، فهذا يتعاكس مع العقل ومع المنطق. ما ينقال انا ذي المدينه موخر لها 3 ملايير، قال انا ما فتخطط 3 ملايير قاسين، شنو المشاريع قاسين 3 ملايير مغربيه؟ شنو المشاريع قاسين؟ اي مشروع يلا يعود في المنطقه، يلا يعود مشروع يعود فيه تعليم، في صحه، راني انا خارج مليون من الدولار اخر ما تكلمت عنه، ذاك هو اللي يتعلق بالنظام الصحي، هو اللي يتعلق بناء كي تنقولوا مركز صحي يقال عود متطور متقدم وعلى مستوى عالي، هو اللي كنا نختار نتكلم فيه. وقضيه تولي بناء مدرسه جديده، وياسر ياسر مش لما يقدروا عدل بناء سوق جديده، وياسر مشي يقدروا عدل، لان الدشره ما يكبر الكبر، وتنميته تشور الصغار، تنميتهم هو اساس تنميه موريتان. لانه 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 خلق روايه، خلق روايه خطيره الدوله اللي ما تنتبه لها، لا يتعقب لا ينعقبوا خشوا مشكله، من قد التنظيم المدني، من قد الكذابه السكانيه اللي لا يتخذوا المدن، اللي الكذابه لما الدوله تعاني منه من السبعينيات ويلا يتوقف. لانه حسب تقارير الامم المتحده، تقارير الكذابه السكانيه منتشره موريتانيا، يقول ان موريتانيا فيها 5000 قريه مصغره، وانه عدد سكان القرى انه يزيد على مليون، معناه انه معدل القريه 200 رقاش ثينبتو. كل ما عاد التجمع المصغر، عاد التجمع المصغر كل ما عاد ذن قدره على ان تخلق فيه تنميه مستدامه تعتمد عليها هذيك القريه، والله ذيك المدينه المصغره وتقد هي من تدعم منها الحكومه المركزيه وتدعم منها المدن الكبار. بمعنى على انك تقريبا، نعطيك مثال بسيط، انت تعود عندك تقريبا عندك مقاطعه كيف اديني ما بعيدة من واتشوت 60 كيلو، يا قايل اديني لي معروفه على ارضها خصبه للزراعه، وهي اديني هي كان يشرب منها واتشوت ذي الدشره اللي تعدل فيها سياسه اسكان وطنيه، معناه انه يعدل فيها مخطط عمراني للسكن جديد لائق، يعدل فيها مخطط السوق جديده، تعدل فيها معهد للتعليم على مستوى عالي ولا تعليم مهني، يوفر فيها منح للطلاب، فتحرك فيها حركه اقتصاديه. اللي ندعموا فيها المشاريع الزراعيه، تعود الدوله تدعم فيها المشاريع الزراعيه، وتعدل مولي فيها شركه منتجات مولي المواد الغذائيه كيف نفس الفكره اللي فودان، فلا يعودوا ذو المدن الصغار اللي كانت الناس هارب عنهم، لا تعود مدن مستقطبه للسكان، لا تعود مستقطبه للعماله. لماذا؟ لانه رقاش هذه المدينه لا يجبر فيها سكن لائق، لا يجبر فيها التمويلات، لا يجبر فيها الماء، يجبر فيها الكهرباء، لا يجبر فيها السوق منتعشه، ما لا يجبر فيها زحمه، لا يجبر فيها فرص، يجبر فيها امن، يجبر فيها ياسر مشي ما هو جابر في المدن الكبار، فلا يبدا نزوح المواطنين من المدن الكبار شو المدن الصغيره، ولا تبدا المدن الصغيره انتاجها يعود يتجاوز حاجياتها، وتعود هي اللي تزود المدن الكبيره بالمنتجات، وهي هي الطريقه الوحيده اللي نقدروا نحن بها نستغنوا بها على المنتجات الخارجيه، وهي اللي نقدروا نضبطوا بها شن حركه التضخم اللي حاصله في الاسعار، لزياده الاسعار الحاصله في كل بلده. لانه كل ما خف السكن وخف نظام المعيشه على بلده، كل ما عاد تلك البلده قد تنتج اكثر، وكل ما عاد قد تدخر اكثر، وكل ما عاد استفادتها على الوطن اكثر. فهذا كنت نختار نقوله طريقة واضحه، نختار نقول للدوله، نقول للحكومه، على انه ما في فوضى توخض المشاريع، ما بات المشاريع عاد على الورق جاهزه وعاد تطبيقهم على الارض ممكن، معناه انه عندهم مده تقدر تطبقهم وتقدر تعدلهم. ذا السبب نقول ذا، لانه هي قضيه لها اسبوع ما يقدر يعلن تكلفه 3 ملايين. فنختار الدوله تعيد النظر وتعيد تقييم العمليه من اجل مولي ما 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 تضيع لي الفرصه على سكان ودان، وما تضيع على 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 الناس اللي في المناطق الاخرى. شفت واحد ينظم شاروا لي على قضيه الشهلاوي،
الشهلاوي قضيته هي لا تنهي قضية ملف العبودية، لأن الشهلاوي مظلوم، شهلاوي مظلوم، هذا شهدوا به العين ضربة كاملين اللي هو ساكن فيها، شهدوا به الطافيلات المرأة اللي قاعد عنهم كانوا يعبدوا، وشهدوا على راجل يعلن انه اغتصب قاع واحدة منهم وتحرش بها، وشهدوا له، شهدوا عليه سكان المنطقة. قضية الشهلاوي هي اللي تعود نهاية حركة إيران، وهي اللي تعود نهاية ابتزاز المنظمات، بعض المنظمات الدولية الموريتان، وابتزاز موريتان من ناحية الاقتصاد وياس من الأمور. فقضية الشهلاوي لا تعود قضية خطيرة، لأن فيها ظلم. هذا الرجل كل ما تمت الحكومة حابسته وقابضة عليه، كل ما حلت اللعنة عليها، لأن الله تبارك وتعالى قال: ألا نعمة الله على الظالمين. وهم بحكم المعطيات، كامل المعطيات، الشهلاوي براءته راجعة. ميلود والله نبغي نرجع لكم شو الاقتصاد يا قير. أنا اليوم كنت متكلم على قضية ودان بالخصوص، هي الأساسي عندي، أساسي عندي، وإن شاء الله إن شاء الله دور تصنت. شفت يوم واحد كتب لي صفاق للحكومة وكرات شيء نفسه. شوف، أولا مالك محترم، وهلاك اللي رباوك ما محترمين، اللي رباوك التربية، ونوعيا من الواقيش ما يصفق نهائيا، صفق لقاج خاصوشي والله يلوذ الشيء. أنا حامد مولانا لا أنكر نعم الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، وأنا أحمد الله وأشكره. قد قلتها مرات في عدة تسجيلات، على أني ذا اللي فيه نختار قاع المواطنين الموريتانيين يعودوا شيء يشبه منه، لأني من ناحية الاقتصادية مستقل عن دولتي الأصل اللي هي موريتان، ومستقل عن الدولة اللي فيها اللي قالها أمري، ماني محتاج إلى اقتصاديا، لاني محتاج الى ماديا بعد الصفقة الى لقاش. الى عاد قضيه الحكومه، هون على الحكومه، هذا هم اللي نختار نقول لك تتمونك به يا متنمر، هون على الحكومه تعود تصفق لي انا من عدانا نصفق للحكومه، لانه افصل الحكومه في انا منفصلني انا بالحكومه. اذا اختارك تعلم به، لانك ذا النوع من الكلام المو محترم، تم قولوا لا لرقاش على مستواك ما هو محترم كذاك. انت سمعتني؟ يقولوا حسنا ما شاف اسمه لا تنعتون، واضح له ما شاف اسمه لا تنعتون، معناه انه انا نتكلم موضوع في منفعه للمؤمنين، ونقدم نصائح للحكومه وللدوله الموريتانيه من اجل تستفاد. يجي واحد من سيارة تلفونيا كان يزرق فيانا يقول لي كلمه خاسره، انا ما يضرتني، وظهر لي مولانا على غالبيه الناس اللي هون، زايد على 90% منهم اللي نقول جاد عليهم يصمتوا له ومهم عندهم، وانت هو اللي لا تعود معزول، وتعود تابع، وتعود مالك مهم بك الزرقاء اللي تزرق. على العموم انا بلغت رسالتي، ومحترم الناس المحترمه، والناس مولي القادرة ما قدرها ولا نحترمها ولا أي مهمة عندي، وذي رواية ما نراجع عنها. قضية كمسي، وقلت احترامي للناس اللي ما محترمة، قضية مستمرة، سواء مواطن عادي سواء عت رئيس. إذا كتب لي مولانا الرئاسة عقب الزمن ولا داخلني الشك بفضل الله تبارك وتعالى، ذاك اللي لا ينعدل المباليط اللي موجود على المبديات، دور ما عندهم نوع من بالية الخلق موجودين في ذي الحياة، وهما سبب في التخلف، وسبب في هذه ثقافة الأخلاق السيئة المنتشرة. راكم شفتوا إمام مسجد ودان عدل فيديو وقال عن التسجيلات اللي انتشروا أنه لا علاقة لهم به،
هم ما قالوا اذا ما هو حسه ولا صوته تمام، والناس راهيه ما تشعر انه قالوا عدل. ده نفس الشيء كي تاريخ الخليقه الرويبضه اللي نهارات مسجد بوحديده ناشرين عنه على انه قال عنه ما يصلي على الميت، وهاي يسوق عليه بكذبه واضحه، وهكو هم اللي وقفوا مع انه خارج من الناس. يعني للاسف طبيعته الاساءه وطبيعته مرضى، انا مرضى نفسيا، شو من خلق مرضى نفسيا، وانا بعد ما عندي لهم دواء حلو، عندي لهم دواء لا دواء المر، كلمه خاسره نقولها لهم، ونعترف انهم ما مروا يخي، انهم ما مروا واقيش، انهم مروا يخي مدنيين، ما حصل لهم شيء، وانا ما حصل ليش، انا ما لعبني رقص. طيب أمري موريتان، لا يتمونك الناس، موريتان إن شاء الله دوام رئيسة بإذن الله، لأن الرئاسة ماني دايرة عند الناس، دايرة عند مولانا. وفيسبوك لا يعبر عن شيء، هذا هو عدد التعليقات وعدد التفاعلات، ما هو فضل دايرة رقاش في كونتو وحسابه، ولا هم اللي حسنات قايس رقاش بهم الجنة، لا وش من الأشخاص اللي يبقى يقمز ويبقى لا يقمز ويبقى يعلق ويبقى ما يعلق، يقير قيمة الإنسان الحقيقية، قيمته على الأرض والذي عدل على الأرض، قيمته في ما ما يمكث في الأرض وينفع الناس، هذه هي قيمة الأشخاص. وأنا فت بنيت ساسي في موريتان، ساسي في موريتان فت بنيته، ساسي في موريتان مين؟ وقال لك واحد من وصفات الناس، أغلبية الناس تطلع على فيسبوك تلقى الصبي حواليها يتصور، أغلبية الناس هون فيسبوك واللي العياط وزياط ما تصوت، وأنا الناس اللي تصوت نعرف ونعرف الطريقه اللي يتصوت بها، معناه ان ذي الناس اللي شاك عنهم عندهم قيمه على فيسبوك، ما عندهم اي قيمه، فيسبوك ما يعطي اي قيمه. هذا انا راعيني قاعد هون مالي زاد لوبيه، قاعد هون نعطي خطاب لا يصمت له الام البشر ولا يصمت له، والمهم القرارات لا يقضون اشخاص، ذا دوره يوصل للاشخاص عندهم تاثير في القرار، هو المهم عندي، ما مهم عندي الرساله انها تسمعها 20 بلوميتر، انا المهم عندي الاشخاص اللي عندهم تاثير ويقدروا يتخذوا قرارات تستفاد منهم ودان، تستفاد منهم الموريتان، المهم عندي هم اللي يصمتوا الكلام، ونعرف انهم دول يصمتوا له باذن الله ما دخلني فيش. اما خارجين شنو القرارات، يجي واحد هنا كان مهم عندي قرارات الناس، ونقعد كاع نبلوكيه، ما هو نبلوكي قريب من 5000 لقاش 5000 حساب، معناه انه ما هم مهمين عندي. دي الناس اللي شاك عنه فيسبوك يبني قيمه، ما يبني قيمه، الناس اللي تعرفت عليه، انا الناس اللي تعرفت عليه، لا تعرفت عليه تعرفني، انا كنت في كنت في موريتانيا والناس تعرفني، سواء شرطه سواء عسكريين سواء مدنيين سواء تجار سواء كواسه، قليل الرقاج في موريتانيا ما يعرف انا منهم، ويعرف تاريخي ويعرف اصلي ويعرف اصلي، خارج من الخليق ما هو مهم على فيسبوك يجون لا يحدد قيمتي، انا تتحدى قيمتي، انا مالي كنت موجود سابقا قلت لهم مجدر. على العموم انا ما قادر بي ولا هو مهم عندي نهائيا، ما هو مهم عندي، نقول لكم علني اقسم بالله العلي العظيم ما نترشح مخبط فوق 60%، فوق 60%، لماذا؟ لاني نوقف بين المواطنين، الناس ما يزوي يقرا ويفاصلون بين الصادق والكاذب، ويفاصلون بين انسان طامع وما هو طامع، دي ما هي قضيه، دي قضيه تطور عقليات عند مواطنين، الناس بدات عقلياتها تتطور ويعرفوا الانسان اللي مهمين عند المواطنين، ويعرفوا الانسان اللي يساعد المواطنين، ويعرفوا الانسان نهارات قام واحد يسخر مني عيني دمعت على سبت بسام، لاني مواطن صالح نكون مواطنين صالحين، وواحد نهارات سخر مني مشاو دمعي على سبت الكانسير، لماذا؟ لانه يقال عاد واحد يجو ويرتحهم عاد تنمر، خالقين مواطنين اخرين اذا مأثر عليهم وجاد عليهم، خالقين مواطنين اخرين انا جاد عليهم ومتمنين من عند مولانا انه يعود محكم موريتانيا. هم شفنا شفنا تريك صغير على فيسبوك، شفنا الناس مرضى قلوبهم، ايش قادر انا فيهم؟ هذا الخط ما هو مهم عندي، المهم عندي لا الناس صالحه، اي ناس الفاسده بلا لا الحبس بلا لا السجن، لسان بلا لا السجن بلا الحبس بلا التأديب بلا التأهيل، ما هو بلا مادة تتكلم على الاقتصاد وعلى السوق وعلى خلق العمال وتطوير المواطنين، لا ما هو على مستوى قرارة البشر. فلذلك أنا دائما أقولها ولا نغير كلامي، على الناس القادرة المتنمرة خالقين الواقيش قادرين ومتنمرين كيفتكم وعندهم هم صفحات، وغير كل شيء أنا شدوه
يجيني واحد يكتب لي شوف انت مشاهدتك لا كذا جاي ما تصلهاش، تلقى على تلقى زايد نسبه المشاهده الدنيا ما ماشي، قيس قدرتك اللي تصنت لها وخلي لي انا الخلق اللي عندي انا منزل انا في البركه. هذه 78 متابعه انا منزل فيها البركه، قيس انت الناس اللي متابعينهم الملايين وخلصهم شو الزاوله؟ شو زادت لك متابعه ميسي؟ شو زادت لك متابعه رونالدو؟ شو زادت لك متابعه ترامب؟ هذا ما مواطنين موريتانيين. قيس لك نانسي عجرم وقيس لك الفنانين اللي متابعينهم الخلق وقيس لك الكوميديا وافلام امريكا، شوف ذا لا تستفاد ذا لا تبني بهم دولتك لا يتطور منهم دولتك. طيب خارج من الناس هون عاد كاذب عليه تخمينته وعاد انا 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 دائما البث هذا دائما نجبر شخص يتكلم على روايه مهمه نقعد نصنت له وعياو يعودوا متابعينه 10 رواقيش اليوم تابع 3 لايفات كلهم ملامات خطه 30 رقاش وكنا نتابعه لماذا؟ لانه مهم عندي ذا اللي يقول وذا واخا بين صاحبين لا يتوخر واحد زنده يجوا بدلات ثم مرضى نفسيا انا ما تلودوني معناني نختار المجتمع الموريتاني نختار المواطنين لا يخز بهم في فيسبوك وقضية متابعة ما غير متابعة أنا نعدل دراسات واضحة لمواقع التواصل الاجتماعي وعيت نقول رواية نوجه بها الحكومة يعود دي رواية خاصوها الواقيج محدودين غير يعود عندها تأثير وتعود عندها فائدة للمواطنين هذا هو المهم عندي هذا هو الأساس عندي أنا إني نعود راي نقول رواية وتخلصها 100 الفرقاش غير رواية ما عندها تأثير ولا تنبض معين الاعتبار ولا تأثر شنو هي فائدتها شنو هي فائدة 100 الفرقاش خرصتها شنو هي فائدة 90 الفرقاش اللي خرصت ديكن بينيان ورقاش شنو هي فائدتها شو استفدت انا منها شو استفاد من هذاك الشخص ما هو سبب ما هو شيء لذلك نختار هون المواطنين يفهموا اني انا تابع ماني مدون انا ماني مدون ويفهم علمني انا تالا ماني طامع في حكومه ولاني طامع في رجل اعمال الكلبه الحاجة توقف هو ما يقدر يعود رقاش قيس المرضى ويعطيهم الفضاء وقيس يعمو المشاريع وتعود خاصة الفضاء ما يقدر يعود رقاش راكب الطياير ماشي وجاي يعود خاصة الفضاء هو ما يقدر يعود رقاش يقعد في الايام تشتغل فيهم لدمية يتكلم على دمية ويجاوب معاه ويعدل التحويلات يعود انسان خاص ويدور عند الحكومه هذا قلت لكم مرات هذه كذبة علني أنا اللوذ للحكومة يلا تعود وقفت هذا السنين على السنين ينقال إذا يلوذ الشيء ولا كذا ولا كذا يلوذ نلوذ لمصلحة موريتان أنا ذاك معادي على السبتني أنا طامع على موريتان بعد دولة متطورة الناس تقيس قطار وتخلص كأس العرب وأنا نتخمم في شنو الطريقة عند موريتان عند البنية التحتية كيف قطار وذا واحدين اخرين قاع فاقعهم وطعنهم اياه نتخمم تخميمه انا قاعد هون نطرح مشاريع حلول اقتصاديه في قضيه ودان وتمويلاتها وواحدين هون قاعدين هون يزرقوا في انا يزرقوا في اعلني دور مسرحه موريتان يزرقوا في اعلني ما خاصني شيء يزرقوا في اعلني ماني واكل من المال العام يزرقوا في اني ماني تحت مبدا يزرقوا في انني مستقل يزرقوا في اعلني امريك اللي يعبدوهم انا ما نعبدها عتان عدونهم هما واحدين انا والله العظيم واحدين هم في امريك طعنهم على اني انا اني ما عدت عبد اني ما عدت عبيد لامريك طعنهم على اني نقول الحقيقه وانا خايف مي هذو لي جون سي دي جون مالاد او لي جون مرضى عام زايد تطلعوا لي تصرفوا فيا تقولوا لي كلام خاسر على سبتني نقدم حلول اقتصاديه لدولتي ايوا انا قاعد طرح سؤال السؤال طرحه للمدونين كل مره ينبرز لي واحد منهم يقول لي كلمه هو دي الناس كامله اللي على فيسبوك اللي 700 و800 فرقاش واخونا من الرواقيش واخونا حلول اقتصاديه والله حلول تعليم والله حلول بنيه تحتيه واخونا من الرواقيش احنا شفنا الناس هنا لا تعيط وتنتقد انا لا نوعي انا واخذوا لي نوع واحد منهم لا نوعي انا واخذوا لي نوع واحد منهم لا رقاش واحد واخذوا لي نيتوخوا لي لين استراح المساله الاخرى قضيه الرئاسه انا باقع واحدين عليا ترشح انتم ما فقعكم اللي ترشح برامل يلا ضريت على باتكم وماتكم يقول لكم الكلام خاسر
ويقول دولتكم يوكل الوطن في الخارج راعي في امريكا، يقول عنها ابارتاي وانها دوله فاش كل عيبها في كل بيده، وعيب السنغال عندك في بيده. انت ترشح، ما ترشح هذا اللي هو الموريتاني نقيه ونحسن على اهله. اي ساس الدنيا بورت كوا، واحد ينول عاد ولا يجنوته عاد كل اللي عنده تليفون يقعد على الفيسبوك يتخيل له عدوى انه ساوى مع ذمير اخرى اللي ما معاه على مستوى على خبره ولا على مستوى محبه الدوله ولا هم على مستوى خدمه الوطن، ولا يجي واحد يطلع تو يقوم يصرف يا ابوي هني تصرف يا حرك فوين بياك انت وبيبو ذاك يوضعك انت ويوضع بياك يوضع مينتك اللي شراوا لك تليفونات تسرق بلاد ذمير. انا ضي جاي قاعد هون نتخمم ونفكر بطريقه نحل بها مشاكل موريتان، يا كانك تتسرق فيا حرك فوين بياك يا دود الصراجل اللي نجي موريتان عرف البيد اللي انا فيها تمشى فيها وجي وصرف فيا. ما ردت روحك لدميه ما بتنا لحقتك. اشوف الناس هون تعرف هذا بن اخترتم دائما ذكر به لدميه اعلن بلغ السيل الزبات، بلغ السيل الزبات الناس تخطات توف تخطات نقاط الخط الاحمر اللي ما يرى تخطاته تو اللي يعطيكم الوضع ويعطيكم الخزي المتنمرين. هم الناس طيبه، انا شرير في اعين شرار الناس، ولكن الانسان الطيب في اعين الطيبين. واذا ما لا يتغير الناس الطيبه الخيره تبقيني شايفه فيها الطيبه والخير، والناس الشريره شايفه لان فيها لا شر. لماذا؟ لاني انا اقدر الناس وانزلها منازلها وتوذا قدوتهم ليك راك الاخلاق والكماليات والخلوط اللي عن بعضين. انا ما مش قبلي لا رقا جانب الصالحة لا يجي بالصالحة، ورقا جانب الخاصة نقطع على رويصه وندفع له فين. اي لدمية عاد لا يتجن فيسبوك راوركم عاد لا يجنن لدمية فيسبوك عاد واحدين بعضلات مشاكل عنهم بعضلاتهم في فيسبوك، واحدين شاكين عنهم السلطة على الناس انهم يزرقوا ونقولوا الكلام الخاسر وان الناس خايفة منهم، واحدين يعدوا الشائعات يمشي كلكم يكتب على صفحته اللي يبقى عني. ما خلص هذا؟ انا ذي الخازم من الناس متنمرين، ما خلص حساباتهم ولا خلص صفحاتهم ولا قابلني بهم لغبه ولا مهمين عندي. احمد بابا فيه المجد لله انت اللي يعطيك الخز ويعطيك الوضع. قصر عمرك من اللي يوضع. انا ظري نتيجك اللي يعطيك الخز. تعود ذاك قبيح شوين مولانا خزاك ولعنك وجايني انا مولي تعلق لي كانك تضحك وحدين وتضحك راسك اللي يعطيك الخز والوضع. دير فيك المجد من هذيك ما عنده دواء. يقصر عمار المتنمرين. انا ما نقد على المتنمرين بالمجتمع. وغطوني ما نقد على المتنمرين يقعدوا تريكا صغيرين قاع عصبيا ما نقد عليهم. شقال قاع شنو مخزي كلا يعرف طريقة عمل بيه تليفون على العموم الله يلطف ودعناكم لله وارجو من الدولة انها والحكومة والناس انهم يقبلوا ارائي بعين الاعتبار ويقتنموا ذي الفرصة على الاقل يبنوا مدينة ودان ويبنوها ويعبدوا فيها جامعة وثانوية واعدادية ومدارس صالحة والسوق تنمية زراعية ومصنع وطني للمنتجات الوطنية. نختار غزوان يدير لي في دماغه المصنع الوطني للمنتجات الغذائيه، وعود المصنع في كل بليده في كل مقاطعه في موريتانيا. عود فيها مصنع المواد الغذائيه. تو لانه هي حتى وداني نعود واحد مصنع التمر، مصنع التمر ما عدلت لهم 500,000 دولار، ما عدلهم اكبر مصنع زين مصنع التمر. هني نعود يعدلوا مصنع المعجونات الغذائيه، ما عدلت لهم 300,000 دولار. لا المعجونات تعدل مكروني كسر خار صفر نقلو ذا. معناه انه التفكير في بناء مصانع محليه في المقاطعات والمدن الداخليه هذا هو التفكير الصحيح من اجل تنميه الوطن. هذا هو اللي قايل لكم ولا نزايدكم عليه. ودعناكم لله الله يرحم انا حق صلاه المغرب ما يصلي والرويبضة الرويبضة نقول ما عندهم شانس مستنحا ما عندهم شانس رويبضة ما لا يسمع مني ما هو كلمة خاسرة اللي يعطيهم الخزو واللعنة. والله ودعناك بالله.